دلوقتي هنعمل مع بعض الفرابيه، والفرابيه ده حاجه من الحاجات المنتشره جدا في مصر دلوقتي. نقول هي احنا عندنا ايه في المكونات؟ عندنا لبن، نحط بس اللبن معاها كده، صوص كراميل، قهوه سريعه الذوبان، مش القهوه اللي بتتعمل في الكنكه، مش القهوه التركي، القهوه اللي بتتعمل في المج بالميه السخنه، شوكولاته قابله للدهن وممكن نجيبها بطعم البندق بقى على حلواني، فنبقى كسبنا الاثنين مع بعض، سكر فانيليا تلج، صوص كراميل، وطبعا عندي حبوب قهوه وكريم مخفوقه للتقديم. هعمل ايه؟ اول حاجه هعملها احط اللبن، شويه سكر صغيرين مش كتير، فانيليا، قهوه سريعه الذوبان، طبعا ده حسب بقى كل واحد بيحب قهوه قد ايه، هحط شوية من صوص الكراميل، عملنا صوص الكراميل ازاي؟ جبنا السكر حرقناه على النار، نزلنا معاه زبدة، نزلنا معاه بعدها كريمة، قلبنا كويس جدا، وبعدين اخدنا سبناهم على النار لحد ما تقلوا، وبعدين سبناهم لحد ما بردوا وبدأنا نستخدمهم. شوكولاتة قابلة للدهن، نشغل. والخلاط شغال، انا ما رضيتش اتكلم لكن زودت شويه لبن وزودت التلج واحده واحده زي ما احنا متفقين. نروح بقى نحط الكلام ده ايه